قد تبدو لكم سيدة عجوز، لكنها في الحقيقة شاب أوكراني أدرج اسمه في سجلات التجنيد الإجباري، فلم يجد سوى التنكر بثياب امرأة عجوز للهرب. الشاب كان على متن قطار متجه إلى سلوفاكيا، حيث كان ينوي طلب اللجوء، لكن خطته فشلت بعد أن شكت بأمره موظفة القطار ومنعوه من مغادرة البلد. ما حدث مع الشاب ليس إلا واحدة من حيل بات يلجأ إليها الأوكرانيون للتهرب من التجنيد الإجباري. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أن عشرات الرجال في أوكرانيا باتوا لا يغادرون منازلهم، إما خوفاً من الموت في الحرب وإما اعتراضاً على أساليب التدريب القاسية. أخشى أنني لن أحصل على ما يكفي من التدريب، وقد يتم نقلي إلى مكان أقرب إلى الجبهة، وبعد ذلك سأموت بلا معنى. ووفقاً للتقرير، فقد توقف عدد من الشبان عن ارتياد وسائل المواصلات العامة خوفاً من أن يصادفوا ضباطاً من الجيش، فيما أنشأ آخرون مجموعة على تيليجرام خاصة بتتبع حركة الضباط، وباتت تضم أكثر من 200,000 عضو. مع تكثيف القوات الروسية لهجماتها على خطوط المواجهة، أصدرت أوكرانيا في أبريل الماضي قانون تعبئة جديد يلزم جميع الرجال ممن أعمارهم بين 25 و60 عاماً التسجيل لدى الحكومة كي تختار منهم لاحقاً. الحكومة منحت مهلة تسجيل أقصاها 16 من يوليو، وأقرت أن التخلف عن التسجيل سيعتبر جريمة جنائية.